على الصورة. كأس التتويج والتأهل إلى دور أبطال إفريقيا للسيدات، يصعدن لاستلام الكأس التي كانت عن جدارة واستحقاق خلال هذه الدورة الرباعية التي دار ترحاها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 22 إلى غاية 31 من أوت الجاري. بعد لحظات سيرفعنا الكأس وسيستلمنا الكأس من يدي عبد الحكيم الشلماني وكذلك المدير التنفيذي الهمامي. إذن سيدات نادي الجيش الملكي المغربي يصافحنا مسؤولي اتحاد شمال افريقيا وعلى راسهم نائب رئيس اتحاد شمال افريقيا عبد الحكيم الشلماني وكذلك المدير التنفيذي الهمامي. محمود الهمامي كما تتابعون على الصورة وحضور الكأس الآن. عبد الحكيم الشلماني سيقوم بعد لحظات بتسليم الكأس. بعد لحظات والتقاط الصور التذكارية مشاهدينا الكرام، نتمنى كل التوفيق لممثل الكرة عن منطقة شمال افريقيا في دوري ابطال افريقيا وخرجته الافريقية. بعد لحظات سترفع الكأس عاليا لسيدات جيش الملكي المغربي، الف مبروك لهن، فزنا واللواتي واللائي فزنا بالكأس عن جدارة واستحقاق، الف مبروك لهن بعد مسيرة بطل. إذن ويرفعنا الكأس عاليا، الف مبروك لهذا التتويج المستحق وهارضك لباقي الفرق على امل ان يشرفنا الكرة عن منطقة شمال افريقيا احسن التشريف بحول الله في قادم الاستحقاقات. نتمنى انكم قد استمتعتم بهذه الدورة الترشيحية المؤهلة لدوري ابطال افريقيا للسيدات. شهدنا اهدافا بالجملة، شهدنا مهرجانات من الاهداف، وشهدنا فرجة ومتعة واثارة على مدار خمس مباريات او ست مباريات اجريت خلال هذه الدورة الرباعية. مشاهدينا الكرام، رزنامة ليناف لا زال في جعبتها الكثير، بعد ايام فقط ستنطلق دورة في تونس عن منطقة شمال افريقيا دائما لاقل من 17 سنة للشبان. سنتعرف واياكم عن هوية الفرق كذلك التي ستتأهل الى دوري ابطال افريقيا لهذه الفئة. نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم مع الفرقة التقنية التي سهرت على إنجاز وإنجاح هذا البث عبر قنوات اليوتيوب وكذلك التيك توك ومنصات لوناف اتحاد شمال إفريقيا. نترككم مع هذه الصور الجميلة. إذا متابعينا الكرام، كما شاهدتم من خلال هذه المشاهد الرائعة وكما أقول لكم دائما، فالسحر ينقلب على الساحر. بداية نقول تريليون مبروك لفريق الجيش الملكي النسوي على تتويجه بلقب بطولة شمال إفريقيا للسيدات وتأهلهم لكأس إفريقيا للأندية للسيدات. وهذا المناسبة كانت منظمة في حضيرة الجزائر. بداية المباريات متابعينا الكرام كانت ما بين فريق الجيش الملكي وفريق جزائري، طبعا الحال تابعنا هذه المباراة وكانت النتيجة هي 4 أهداف مقابل 0. على الرغم من الاستفزازات متابعينا الكرام، على الرغم أن نظام حضيرة الجزائر رفض أن يتم رفع العلم الوطني المغربي في أرضية الملعب خلافا للقوانين ديال الكاف ودفتر التحملات ديال الكاف، لتنتهي هذه البطولة بتتويج فريق الجيش الملكي المغربي وبرفع العلم الوطني المغربي في عقر ديار حضيرة الجزائر. نعم، العلم الوطني المغربي اللي ما كانوش باغينا على أنه يترفع في الملعب،
رفعته السيدات، رفعته اللاعبات المغربيات بعد التتويج بعد نهاية هذه البطولة المصغرة، وبعد التتويج باللقب والفوز بالكأس في عقر ديار حضيرة الجزائر. أتذكر في المباراة الأولى متابعينا الكرام على أن ذلك المباراة اللي كانت ما بين الجيش الملكي وأقبول انتهت بأربعة أهداف لصفر. كان وليد الصادي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم حاضرا في الملعب، كان حاضرا، كان يرغب في فوز الفريق الجزائري ضد الفريق المغربي. وقبل المباراة كان جاء عندهم لغرفة تغيير الملابس وبدا كيدير لهم في الشحن الوطني وبدا كيقول لهم راسكم تغلبوا، هذه معركة ما بين العدو والمغربي وما إلى ذلك من هذه الأمور. راكم عارفين المرض والهوس اللي كاين على نظام حضيرة الجزائر، ولكن على الرغم من ذلك متابعينا الكرام تلقوا هزيمة ساحقة بأربعة أهداف مقابل لا شيء. كلنا تابعنا تلك النتيجة متابعينا الكرام، النتيجة الساحقة التي أذلت النظام الجزائري الذي كان يحاول أن يحول هاد الأمور، هاد المحافل الرياضية، هاد البطولات الرياضية وإن كانت مصغرة كيحاول على أنه يحولها إلى معركة ما بين المغرب والجزائر، ويحاول على أنه يستفز فيها اللاعبات المغربيات، ولكن اللاعبات المغربيات أذاقوا النظام الجزائري درسا لن ينسوا. على الرغم من أنكم ما رفعتوش العلم المغربي في بداية هاد البطولة في حضيرة الجزائر، اللاعبات المغربيات أجبرناهن أو أجبرنا النظام الجزائري على أنه يترفع العلم المغربي في نهاية هذه البطولة بعد التتويج باللقب وبعد مسيرة كروية رائعة جدا في هذه البطولة المصغرة، بطولة شمال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الجيش الملكي بالبطولة وبتسجيل 10 أهداف في هذه البطولة. فمبروك لهن ونتمنى لهن التوفيق كذلك في البطولة الإفريقية اللي تأهلوا لها واللي غادي يشاركوا فيها عن جدارة واستحقاق بطبيعة الحال بعد تأهلين في هذه البطولة ديال شمال إفريقيا. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، كتبنا تخلوا لي الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم. ساخة الوالدين ما كانوش باغيين يترفع العلم الوطني المغربي، لكن ها هو العلم كما شاهدتموه رفع في عقر ديار حضيرة الجزائر بعد تفوق الجيش الملكي النمسي في هذه البطولة بنتيجة مميزة وبأداء مميز يؤكد تطور الكرة، كرة القدم النسوية في المغرب وانتقالها إلى مرحلة جديدة كليا. إن شاء الله غادي تكون مرحلة الألقاب ومرحلة سطر يعني أحداث تاريخية غادي تكون بالنسبة لكرة القدم النسوية. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، طبيعة الحال كنتمنوا على أن فريق الجيش الملكي النسوي يعود بأمان إلى المملكة المغربية بعد تتويجهن لهذا اللقب ورفع العلم الوطني المغربي في عقر ديار حضيرة الجزائر، بالرغم من الاستفزازات والحركات الأخلاقية اللي كان حاول يديرها نظام حضيرة الجزائر كما في كل مرة، ولكن كما أقول دائما السحر ينقلب على الساحر في نهاية المطاف. متابعينا الكرام، لا غالب إلى الله، وعاشت المملكة المغربية الشريفة.